كان مشي هالناس هذوما اللي يصعب عليه بس يحسبهم انطلاقا من معتمد الى السيد الرئيس هم اللي خلاوا هالشعب يعيش في امان. هالناس هذوما يعيشوا مع القران، فما ما احلى من القران. اهل القران اللي هم اهل الله وخاصته. يعني هالناس هذوما يعيشوا مع القران ومع اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، هذوما حياتهم سعيدة في الدنيا وحياتهم أسعد في الآخرة. الإنسان مش يموت شهيد ولا يموت موت عادي، والله أسهل ما يكون أن يموت، لكن كيفاش يعيش وهو سعيد؟ هذه صعيبة. كيفاش تعيش وأنت سعيد؟ والله لن تلقوا عزكم ولا تلقوا قيمتكم وقدركم الا مع سيد العابدين بن علي. والله لن تلقوا عزكم ولا تلقوا قيمتكم وقدركم الا مع سيد العابدين بن علي. والله لن تلقوا عزكم ولا تلقوا قيمتكم وقدركم الا مع سيد العابدين بن علي.